لله ما أعطى ولله ما أخذ، فاحنا جينا اليوم نوضعوا الأخ ديالنا زهير كروان في متواه الأخير، فالله يغفر ليه والله يرحمه والله يوصلنا ليه مسلمين. إنسان اللي عاشنا ما يزيد عن 30 سنة، إنسان ذو قلب طيب، ذو قلب قانوع، ذو أعمال جمعوية خدوم، إنسان اللي كيخدم من القلب ديالو، لا في الصحافة ولا من الناحية الجمعوية، واللي عطى الكثير للمدينة القديمة، وكان ديما الغيرة ديالو على المدينة القديمة وعلى سكان المدينة القديمة، وديما كان كيحفز الإخوان الجمعويين باش يعملوا لما فيه صالح المدينة القديمة وسكان المدينة القديمة. فالله يرحمه الله يغفر لنا ليه والله يوصلوا الله يدخلوا الجنة إن شاء الله، والله يرزقوا الفردوس الأعلى، والله يلحقنا ليه مسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون.